تمام، شكرا يا دكتور، يا عبد طيب تفضل طيب تفضل طوالي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم طبعا حنتحدث عن اختبارات الفروض الإحصائية، وحنركز على اختبارات الفروق، تيست فور ديفرنس. حنركز على اختبارات الفروق الإحصائية. بكرة حناخد اختبارات العلاقات اللي هو تيست فور ريليشنز، ونختم الكورس على كده اللي هو ده البيزك كورس. وان شاء الله لو ربنا وفقنا نلتقيكم تاني في الانترميديت كورس، هناخد فيه حاجات متقدمه شويه تساعدكم كثير جدا في فهم الاستاتستيك والتحليل الاحصائي في حاجات تانية، حتى لو ما تلاقينا تاني يعني. فهنا حنبدا اليوم ان شاء الله بال ديجري اوف سوري بال تيست فور ديفرنس، ونراجع الشرائح بتاعت امس، الشريحه بتاعت مستوى الثقة و مستوى المعنوية. احنا قلنا المساحة اللي في الوسط دي بنسميها احنا كونفيدنس ليفل، بنديها 95%، او الاحصائيين بيدوها 95%، في بعض الاحصائيين بيدوها 99%. والاطراف بتمثل لنا سيجنيفيكانس ليفل اللي هو مستوى المعنوية. المساحة في الوسط دي بنسميها احنا مساحة قبول فرض العدم، دي بنسميها مساحة القبول. الحتة دي لازم نفهمها كويس، دي مساحة القبول كويس، والأطراف بتمثل لنا مساحة الرد. مساحة رد فرضية العدم دي الأكسبتنس ريجون، اكسبتنس ريجون، ودي الريجكشن ريجون. طيب المنطق في انه ليه انا بسميها مساحه القبول فرضيه العدم، المنطق في انه بيكون عندك انت طبعا المتوسط بتاع البوبوليشن موجود هنا كويس، ده متوسط البوبوليشن، والمتوسط بتاع السامبل ديفينتلي بيكون فيه هو زي ما ذكرنا زمان بيكون ديفييتد، سواء كان بالنيجاتيف ديفييشن عنده او بوزيتيف ديفييشن، بيكون بتاع السامبل دائما ديفييتد ميشرو من المين بوبوليشن. احنا زمان مش قلنا في المحاضرات بتاعت الاستيميشن دائما الاكس بار ممكن تجيك، مستحيل تجيك اكزاكتلي في السنتر بتاع الديستريبيوشن، يعني مستحيل تساوي لك البوبوليشن بارامتر المتوسط بتاع المجتمع، دائما بيكون في ديفييشن. خلاص الديفييشن ده ممكن يكون زي ما قلنا بوزيتيف او يكون نيجاتيف، لكن انت بتديه حد معين، بتدي حد معين للسامبلينج ايرور الديفيشن اللي هو كومز باي تشانس. لو تكلم انتوا الديفيشن كومز باي تشانس يعني جاء بسبب بسبب صدفه، بالصدفه يعني ما جاء بسبب عوامل معينه اثرت في الظاهره خلت انه المتوسط بتاع العينه يبعد جدا عن المتوسط بتاع المجتمع. فانت لما يكون عندك الديفيشن بالطريقه دي يعني في الحدود المعقوله، يكون الديفيشن في الحدود المعقوله يعني قريب من البوبوليشن مين اللي هو الاكس بار على السامبل، يجي في الحدود دي اللي انت حددتها يعني قبلها، هنا بتعمل اكسبت النال هايبوس. ليه بتعمل اكسبت النال هايبوس؟ لانه المساحه دي بتعني لك اللي هو دي اتش نوت، بتعني لك ان المتوسط بتاع العينه، متوسط العينه اللي هو الاكس بار بيساوي متوسط المجتمع. يعني انت بتقبل اللي هو ميو، انت بتقبل متوسط العينه يساوي لك متوسط المجتمع في الحدود دي، في هذه الحدود، الحدود اللي انت حددتها اللي هو مستوى الثقه اللي هو الكونفدنس ليفل. اذا تجاوز المتوسط بتاع العينه هذا الحد، اذا انت بتقوم بتعمل شنو هنا؟ بتعمل ريجكت للنال هايبوس، بترفض هذه الفرضيه، بالتالي متوسط العينه اذا في الحاله دي ما بيساوي متوسط المجتمع بسبب عوامل جعلت هذا الاختلاف موجود، بسبب عوامل جعلت هذا الاختلاف موجود. طيب فدي الفكره بتاعت اختبارات الفروض الاحصائيه.
في سؤال عندي سؤال وضحت ولا ما وضحت ولا في حاجة ملاحظة؟ حتى دي لازم نفهمها كويس. معلش يا دكتور لو سمحت. ايوه جدا. ممكن بس اعمل لي انا في مثال او في المثال حق الويتر احنا اصلا شغالين عليه. ده كلامك صح. عشان. كلامك مظبوط فعلا لازم انا مثال يا سماح صح. صح انا عملها في مثال عشان توضح حتى. طيب مثال كالعاده. مثال كالعاده. نحن نفترض انه المتوسط بتاع البوبوليشن كويس بيفور الكوفيد 19 المتوسط بتاع الويت بتاع البوبوليشن بيفور قبل الكوفيد 19 كان مثلا متوسط كان 75 كيلو جرام. متوسط اوزان السودانيين كان 75 كيلو جرام خلاص. احنا جينا عشان نشوف هل فعلا الحجر الصحي اثر على الـ على الصحه العامه والصحه البدنيه بالنسبه للناس ولا لا. هنيجي نعمل شنو؟ ناخذ السامبل حقتنا بالطريقه اللي بنعرفها. يجي نطلع اكس بار طلعت لنا 90 كيلو جرام. طيب هنيجي نشوف الاكس بار 90 دي بتقع وين هنا. تمام؟ طبعا هستخدم الطريقه المعياريه. انا قلت لكم في النهايه بجي احول القيمه 90 دي بحولها لقيمه معياريه اللي هي للتي. بحولها للتي كقيمه معياريه صح؟ تتذكر المعادله بتاعتها وكده الكلام بتاعها. طبعا احنا ما عندنا شغل بالمعادله ولا بالجدول وكده لانه الكمبيوتر بيحسب لنا الحاجات دي. لكن الفكره انه انا بحول الاكس بار دي لقيمه معياريه اللي هي التي وبجي طبعا بحدد انا الكونفدنس ليفل حقي اللي هو 1.96 امبارح عرفنا جت تجي كيف دي. لما انا كنت الكونفدنس ليفل 95% طوالي انتم حددتوا لي هنا من المسافه دي هنا 1.96. حاجه اشوف ال 90 دي بتقع وين؟ هنا. جيت لقيتها بكل بساطه وقعت في المكان ده بالضبط هنا مثلا في الحته دي اللي هي ال 90 طبعا 90 كيلو جرام. لكن لو حولتها لقيمة تي مثلا جاتني فور اكزامبل بقيمة تي جاتني 2.5 معناه انا القيمة حقتي تحت الاختبار وقعت لي في منطقة شنو؟ الرفض ولا القبول؟ ريجكشن. انا دائما بيكون دائما الباحث ما متحيز لبحثه ولا لنتائجه ولا لتجربته. فرضية العدم حقتي اللي هي النل هايبوثيس اتش نوت انه المتوسط بتاع اللي هو المتوسط بتاع البوبوليشن بيفور الكوفيد 19 اللي هو 75 كيلو جرام statistically not marketly. ايوه not marketly statistically ما رقميا statistically يساوي النال هايبوثيسيس يساوي 90 اللي هو يساوي اكس بار. دي الفرضيه بتاعتي فرضيه العدم. دائما الباحث ما بيكون متحيز لشنو؟ للظاهره يكون محايد. فدائما النال هايبوثيسيس تكون محايده. هسه كده النال هايبوثيسيس انت هنا بتقول والله الاوزان دي ما تغيرت ولا ما كده؟ فرضيه دي معناها الاوزان ما تغيرت وبالتالي معناها الحجر الصحي لم يؤثر. دي فرضيه العدم لسه ما النتيجه دي الفرضيه بس دي ما النتيجه. الحجر الصحي هنا لم يؤثر. طيب بجي اشوف الاختبار حقي بعمل اختبار عادي وبجي القى انه اكشولي الويت حقي وقع لي في المكان ده. لقيت انه المكان ده ريجكشن ريجون. تمام؟ في ريجكشن ريجون معناه انا حارفض الفرضيه دي. شوف لم يؤثر دي حارفضها. هذه الفرضيه مرفوضه معناها شنو النتيجه؟ اذا انا رفضت الفرضيه دي ايوه اذا معناها الحجر المنزلي أثر على أوزان السودانيين. شفت كيف؟ وبعد كده أنت بتعمل الانتربريتيشن حقك. تمام؟ ناخذ مثال عكسه، عكسه طوالي، يعني عكس الحالة دي. طيب عكس الحالة دي ممكن نقول جينا هنا عملنا الميو احنا خدينا الاوزان بتاعت السودانيين بيفور الكوفيد 19 جبناه من اي سورس من اي مصدر من اي ريفرنس كانت 75 كيلو جرام. اخذنا العينه حقتنا كويس وطلع لنا
بعد الكوفيد 19 طلع لنا متوسط الاوزان كويس 78 كيلو جرام. تمام، حاجة اشوف ال 78 دي طبعا وقع وين؟ حاجة مثلا جيت لقيتها وقع في المكان ده 78، اذا ال 78 صح مختلفة من ال 75 تمام؟ رقميا مختلفة. طيب هنا حنجي نشوف الفردية العدم، فردية العدم طبعا زي نفس الكلام قبل انه الميو متوسط بتاع الاوزان قبل الكوفيد 19 ومتوسط الاوزان بعد الكوفيد 19 بتساوي هنا نو ديفرنس، هنا نو ديفرنس يعني معناها نو ديفرنس معناها الحجر غير مؤثر، الحجز الهوم ايزوليشن هو الحجر المنزلي او التباعد المنزلي غير مؤثر. طيب هنا دي فرضية العدم، بجي عاين ال 78 بلقاها وزين الاكسبتنس ريجون، وزين شنو؟ اكسبتنس يعني ما تجاوزت الحد الاقصى. اذا هي وزين الاكسبتنس ريجون معناها I'm going to accept شنو؟ النل هايبوثيسيس. النل هايبوثيسيس. It means انه الاوزان ما تاثرت significantly، ما عندي دليل يثبت لي انه الاوزان تاثرت، وبالتالي انا قبلت فرضية العدم، وبالتالي ال 78 وال 75 زي ار ذا ثيم ديفرنس. هنا كمز باي تشانس سموه كده، هنا ديفرنس كمز باي تشانس، كمز باي تشانس يعني باي سامبلينج ايرور، باي مارجن اوف ايرور اوف سامبلينج، باي فاريابيليتي يعني مش سيجنيفيكانت فاريابيليتي، لكن في فاريابيليتي خلت الديفيشن ده موجود. تكلمنا عنها زمان الحاجات دي، عرفت ليه انا ذكرتها زمان الحاجات دي؟ عشان لما يتكلم عنها هسي تكونوا فاهميني. وبالتالي هنا الديفرنس ما كمز باي فاكتورز، يعني الفاكتور بتاعي اللي هو بتاع الحجر المنزلي كويس ما اثر على، ما اثر على شنو؟ على الاوزان. وضحت لي الحته دي؟ وضحت؟ وضحت. طيب يا دكتور لو اختلف الكونفدنس ليفل نفس الشيء ولا كيف؟ اكسلنت. طبعا شوف انا ما كل ما اغير الكونفدنس ليفل كل ما انا يعني مثلا انا زدت مثلا هنا قللت الكونفدنس ليفل، لما انا اقلل الكونفدنس ليفل معناها اعتمادي على النتائج اللي بتطلع ضعيف. ليه؟ لانه اديت الفرصه للرفض اكثر، اديت المساحه للرفض اكثر، اديت المساحه لاكتشاف او للقول بان هناك عامل يؤثر اكثر. ان شاء الله فهمتوا المنطق ده. هنا قللت الكونفدنس. ايوه واضح؟ او العكس، ممكن انا ابعد الكونفدنس اديه 99% اجيبه هنا. وهنا لما اجيبه هنا معناها زدت من شنو؟ من الكونفدنس، وزدت من القرار او اتخاذ القرار في جوده القرار. لانه عشان انا اعمل ريجكشن هنا واقول الفاكتورز بتاعت الايزوليشن دي، بتاعت الايزوليشن هوم دي بتاثر، هنا البروبابيلتي بتكون اقل. تمام؟ طيب المنطق في الفكره بس انا عايز اوصلها لكم في الحته دي شنو؟ انه ليه دي اكسبتنس ريجون؟ الحته دي مهمه جدا. ليه دي اكسبتنس ريجون؟ المساحه دي اول لاين ده من هنا لهنا ليه هو اكسبتنس ريجون؟ لانه اصلا الاستاتستيك بتاعك هنا بيكون وزن البوبوليشن بارامتر، سواء كان بوزيتيف نيجاتيف، انت وزن الرينج. انا عملت انترفل هنا، عملت الرينج، انت هنا وزن الرينج ده كويس، عشان كده هنا بتعمل اكسبتنس للنال هايبوثيسيس. اما لو تجاوز الرينج هنا بعد كده بكون عندي كلام ثاني. انا زي مثلا انت بتحدد بتقول للطلاب مثلا والله الطالب لو جاب درجه من كده لكده انا بعتبره ناجح، اما لو تجاوز الدرجه دي بعتبره راسب. يكون قرارك مختلف من القرار الاول، يكون قرارك مختلف من القرار الاول. فدي الفكره، انا عايزكم تصلوا لنقطه انه دي ليه اسمها اكسبتنس ريجون، لانه المين اوف سامبل هنا بيساوي المين اوف بوبوليشن في الرينج ده. اذا تجاوز الحد ده بتكون هنا ريجكشن ريجون، انا برفض الفرق ده او برفض التساوي، برفض التساوي ده. واضح؟
ان شاء الله اكون وصلت الحته دي مهمه شديد والله. كلام جميل يا دكتور. كلام جميل منطقي. طيب هو ده المنطق بتاع acceptance and rejection region في كل الاختبارات في اي مكان موجود. في كل الاحصائيات اي احصائيه حتى لو في واحد عمل احصائيه جديده عايز يجيب طريقه اختبار جديده لازم يعتمد على المنطق ده. لازم يعتمد على المنطق. خلاص؟ طيب اديكم بس نقطه سريعه كده وظريفه يعني ودي حاجه سبحان الله يعني. هي المنطق الموضوعي للموضوع ده. لا دائما يا دكتور معلش بس. ايوه قول. كان عندي اللوكس لكن الحمد لله لسه بدات يعني تو عليه وفهمه اللي هي العظيمه التحويل الاساسي الى قيمه معياريه دي كان أيوة. فيها المشكله صح كلامك فعلا كانت المشكله كانت لغز فعلا كانت هي اللغز هي اللغز صح محمد صح مظبوط فعلا لكن اساسا هو فعلا العمليه بتاع التحويل فعلا العمليه بتاع التحويل يعني طبعا هو ده الاساس بتاع الفكره خلاص ولكن انا طبعا بعد ده كله الحياه دي كلها احنا هنرميها ورا ظهرنا هنرميها ورا ظهرنا وهنشوف طريقه مختصره وبسيطه ومستخدمه في البحث العلمي طبعا انا بس اسالكم المشوار ده كله عشان نوصلكم للحاجه دي في النهايه تفهم الحقيقه وين انا يعني مشارك معايا في الدوره سعيد سوى كلامي ان يكون العجيب طيب عندك انت الكونفيدنس الكونفيدنس ليفل دي او الاكسبتنس ريجون دي بتديها كم في المية هنا هنا كم في المية سامعني 95 95% كانه نقول احنا تعال ناخد دائرتين في دائره هنا كبيره دي مساحتها 95 والسيجنيفيكانس ليفل دي منطقة الرفض دي كم في المية؟ 5% يا سلام عليكم 5% صح؟ دائرة صغيرة كده 2.5 2.5 أو 5% لو هنا أو هنا خلاص؟ طيب 5% طيب أنت طيب كباحث بالنسبة لك أفضل كويس؟ أفضل بالنسبة لك كباحث في نفس الدراسة في المثال حقنا ده أفضل بالنسبة لك تقول في او تقول مثلا تصل لنتيجه انه الحجر الصحي اثر على الصحه العامه بتاعت المجتمع ولا ما تصل للنتيجه دي افضل لك شنو وصل لنتيجه ايوه افضل لك تصل لنتيجه وفعلا تثبت انه العامل بتاعك اللي انت وضعته في افتراضات البحث اثر على الظاهره هذا بالنسبه لك كباحث النتيجه دي بتكون محفزه وتكون جديده بالنسبه للباحثين تمام؟ يبقى معناها انت افضل لك تختار بعدين ال 5% صح؟ يعني تخيلنا انه المساحه دي بتمثل لك بتمثل قرار، ده قرار هنا عندك ديسيجن وهنا قرار، عندك قرارين صح؟ ده قرار هنا لا تؤثر الحجر الصحي هنا لا يؤثر هنا الحجر الصحي لا يؤثر هنا الحجر الصحي يؤثر صح معي في الحته دي لا. هنا الحجر الصحي يؤثر ليه لانه الوزن بتاعك ابعد من الوزن اللي كان قبل الحجر الصحي الحجر المنزلي فهمتوا المنطق ده ولا لسه مظبوط دكتور لا ما تجاملوني يعني عشان الحته دي مهمه لو فهمتوها عشان نمشي لحته ثانيه. لو ما فهمتوها نشرحها لكم اكثر. هي وقعت لكن انت دكتور قلت الحين انا اقبل ال 5% وهنا هي مساحه بسيطه صغيره جدا. يا سلام. دائما 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 انا الاحتماليه بتكون عندي في المساحه الاكبر. يا سلام بالضبط يا محمد صح؟ صحيح؟ هو انت بالنسبه لك كباحث افضل لك تختار دي صح؟ صغيرة الحاجة هاي الصغيرة دي المساحة الصغيرة أفضل لك ليه أوريك أفضل لأنه دي اللي بتثبت التأثير بتاع شنو الفاكتور صح صح ما الحتة دي ما وضحت
يعني الكلام ده هو بيتعلق يعني بالفرد اللي انا، بيقولها دكتور. طيب خلينا من انا اختار دي ولا دي؟ طيب خلينا، اما هو خلاص ما نفس اللغه. طيب دقيقه دقيقه، واحده واحده. طيب انا عايز اقول شنو؟ عايز اقول لك انت كباحث افضل لك تثبت انه في تاثير للحجر المنزلي على الاوزان ولا ما في تاثير؟ لازم يكون في تاثير. كباحث انا ما يهمني يا دكتور. يا دكتور انا دكتور ما بقدر يهمني الكلام ده الا لما دراستي افضل لك انك ايوه صح كلامك انا ما صح. اقدر كلام أقول مظبوط. طيب دراسه بتكون اكثر ماشي طيب جميل. هو قصده انه النتائج كلامك صحيح كلام ممكن النتائج انا قصدي النتائج. لا هو يا دكتور معلش هو يتخلي بس موضوع تعبير شويه. يعني انت قلت قبل الباحث المفروض يكون محايد، فما مش موضوع افضل لي معلش العفو، انما نفسيا انا بكون لما اجيب نتيجه بكون مبسوط من النتيجه، لكن في كل الحالتين هو قلت المفروض تكون محايد، يعني لو وافقت رايك او ما وافقت. لكن كلامك صحيح يا عوض، الانجاز اتخيل لي لما تكون اثبتها صح فعلا هو التعبير، بس انا ما قلت التعبير فعلا خاني، لكن انا قصدي شنو؟ انا قصدي نتائجك بتكون اكثر اثاره اذا وجدت في أيوة. تاثير ولا ما في تاثير. ايوه هنا بكون أيوة. اضفتها شيء للبحث، يعني بكون اضفتها شيء للبحث العلمي صح؟ نعم كويس. يعني مثلا انت لو عندك تجربه معينه لعلاج معين ولقيت انه العلاج ده نجح او عنده تاثير، افضل لك ولا بكون ما عنده تاثير؟ لا افضل يكون عنده تاثير. يعني انا بقصد دائما النتائج اللي بتكون اكثر اثاره بالنسبه للباحث، مش افضل له يعني بمعنى افضل له، لكن بتكون اكثر اثاره للبحث بتاعه. الباحث نوع من الانجاز، اضاف شيء نوع من الانجاز بالضبط. ايوه بيجيبوا تكون في حدود هذه من 5% دي اللي هي الجانب بتاع شنو؟ الريجكشن ده. صحيح. طيب هل هو المنطق بتاع ومن هنا دكتور ومن هنا يعني لذلك جت ده هي بقت دايره صغيره عشان ما بتجي بسهوله. يا سلام عليك، بس دي دار اقولها انا. لا كده تمام. دي الحته دار اقولها اللي هي اسا انا قلت لك هسه مثلا قمنا رسمنا لك الدائره دي ورسمنا لك الدائره دي في الحيطه قدامك كده، قلنا لك ارمي مثلا نبكه، الاحتمال انك تقع في الدائره الكبيره اكثر ولا في الصغيره؟ الكبيره طبعا. احتمال انه النبكه تقع في الدائره الصغيره اكثر ولا في الكبيره؟ لا في الكبيره. في الكبيره ديفنتلي. نعم. وبالتالي التجربه حقتك نفسها مدينها نحن مساحه اكبر كويس بانه التجربه دي غير ناجحه. ودينا المساحه الاصغر لانه التجربه ناجحه، فعلا ده عشان كده انت محايد. ده المنطق بتاع انه الباحث محايد. ورغم انه دي 5% مساحه لكن برضه التنشين بتاعتك بتقع في 5%. مصعبين له الامر للاضافه ومسهلين له للفشل. عشان كده لازم يكون دقيق. عشان كده لازم يكون دقيق وبالضبط كده. وبعد كده لو انت جيت ووقعت في المساحه الصغيره، عشان كده بتجي تقول بعدين انا عندي دليل يا اخواننا لانه العامل بتاعي اللي عملته في الدراسه بتاعتي دي او حاولت اكتشفه في الدراسه بتاعتي فعلا هذا العامل مؤثر. تمام؟ فعلا عامل ده مؤثر. لذلك الباحثين هنا او المحكمين او التوايبر الناس دي بيجوا بعد ذاك بيقتنعوا بنتائجك. ليه بيقتنعوا بالنتائج دي؟ لان انت قدمت دليل، هذا هو الدليل، دي الفكره بتاعت الدليل بتاع الهايبوثيسيس تيستين كله، كل الهايبوثيسيس تيستين مبنيه على الدليل والمنطق. ما شاء الله عليك. يلا ده المنطق الثاني انا قصدت اوريكم له، ومهم جدا في انك انت شنو تتخذ بيه بعدين القرار وتحدد تاثير العوامل وكذا. طيب نجي نشوف هنا يا دكتور معلش سؤال جدا. دي بس دي A or A على 2 دي شنو؟ ما عرفتها هنا دي. الفا اوفر 2. دي الفا؟ ايوه الفا اللي هي دي significant level احنا رمزناها زمان الفا. ايوه بس كان ده سؤالي انا شايفاه شكل ايميلي وبعيل. طيب بقول لك هنا اقول لك تيست تو تيل. تيست تو تيل يعني شنو؟ يعني الالفا دي مقسمه بالجانب ده والجانب ده، ممكن يكون وان تيل يعني شنو؟ انا اقوم اجيب المساحه دي اخذتها بجاي اضيفها لدي.
كويس. ده حاجه اسمها الدايركشن هايبوثيسيس. طبعا التو تيل تيست اقوى مور باور ذان الوان تيل تيست. عشان كده انا دائما في شرحي وما بتكلم عن الوان تيل وده بتلخبط الناس. شوف اعمل اختبارك دائما اعمل اختبارك على التو تيل اقوى. كويس؟ يعني كانه انا بصغر المساحه دي بتاعت الرفض بتاع احتمال النتائج حقتي بصغيرها. لانه هسه لو عملت وان تيل معناها حيشيل المساحه دي حيجيبها هنا. حتبقى كده. كانه زدت الدائره بتاعتي كبيره بتاعت ال 5% دي هنا زدتها شويه. خلاص؟ هي مع نفسها الخمسه صح مقسمه هنا وهنا. لكن بكون زدتها شويه. اندمجت نعم. لا يكون عملت الدمج. هنا الباور بتاعت النتيجه بتضعف. عشان كده دائما اعمل اختباراتك على التو تيل. اعمل اختباراتك دائما على التو تيل. ضغط خيار ماينس او السالب بالموجب والسالب بديك الخيارات. ايوه ممكن يكون المثل والويت بعدين نجي بعد الكوفيد 19 يجيني الويت ليس ذان شنو 75 كيلو جرام ممكن يطلع لك ليس كمان. ها يكون الناس فعلا عندها نفسيات وما بتاكل فعلا. عندي والله واحد زميلي هنا بقول لي انا مع الحجر الصحي المنزلي ده والله وزني نقص اكثر من زمان. فيعني يعني في سلوكيات غذائيه ممكن تتاثر برضه سلبا بال ممكن فعلا الويت هنا يقل يكون نيجاتيف يعني اقل من المين. لكن برضه هل وزن الرينج ولا اوفر شوتنج يعني هل هو يعني وزن الرينج برضه ولا نقص شديد يعني يعني برضه دي اندر شنو اندر كونفيدنس يعني. دكتور ايوه طبعا دي حاسه في الرسمه. طيب بالنسبه للجدول اللي بديني له الاس بي اس اس انا كيف اقرا الكلام ده؟ جايين نطبق فيه الليله ان شاء الله. اوكي تمام هنطبق فيه الليله ان شاء الله. لا ما تزهجوا. لا ما ازهج لانه انا مقصود انا لو عرض علي بحث مثلا بكون جداول صح طبعا جاهزه من الاس بي اس اس انا اقدر بدون اقرا الانتربريتيشن بتاع الراجل التعليق انا من الجدول اقدر اعرف ارجع اشوف المعلومات دي. لا مظبوط وده فعلا انا عايز اطبق يعني اديك لو تطبيقيا اليوم ان شاء الله. لكن انا قصدت هنا برضو في الحته دي انه اوريك الحاجات دي بتجي من وين الفكره ذاتها هي اصلا. طبعا لا الواحد يكون عنده منطق لانه الحاجات دي مربوطه بمنطق معين. كان عندنا زي الطلاسم يا دكتور الحمد لله لا فعلا تمام والله غير مطلوب اصلا الدوره التدريبيه حقتي هدفها كده انه الحاجات الغامضه بالنسبه للباحثين وكده تظهر لهم يعني هسه بعد كده انتم يعني ان شاء الله ما تكون عندكم مشكله. والله الواحد كان بس يعني بيكرر فيها كده بس زي الببقاء لكن معنوي غير معنوي جاي من وين ومعناها شنو ما كان معروفه فعلا. أيوة. تمام والله تمام ده الهدف. ربنا يكرمك يا دكتور ما قصرت. الله يكرمك يزيدك ما قصرت طبعا. وانتم كذلك يعني بمشاركتكم المميزه. والله يا ربنا يديك العافيه. الله يبارك يا دكتور. سؤال بس قبل ما نمشي معلش. جدا ابشر. هسه مثلا النتيجه جتني في المربع الكبير في الدائره الكبيره زي ما قلت 95% يعني جاء لي مين غير اللي انا متوقعه اقول ده باي تشانس صح؟ ما في فاكتور اثر فيه. ايوه ليه؟ لانه الفرضيه دي اصلا دي من نال هايبوثيسينا هي نو ديفرنس. اسمها النال هايبوثيسيس ليه؟ لانه نو ديفرنس بس. كويس؟ وانت عايز تشوف اختبار بتاع شنو؟ اختبار بتاع شنو؟ بتاع اختلاف صح؟ فروق بتاع شنو؟ اوزان كانت وبعد فرق. هل في فرق في الوزن؟ اختبار في فرق صح؟ النال هايبوثيسيس هنا ما النال هايبوثيسيس هنا النال هايبوثيسيس قاعده هنا شنو؟ النال هايبوثيسيس هنا نو ديفرنس ما في اختلاف في الاوزان. اديته الاحتمال ده اديته 95% جر القيمه بتاعتك بتاعت الويت وقعت لك فيه وزن اللاين ده هنا لحد قبل الرينج ده هنا قبل النقطه النهائيه دي الابر فاليو دي اسمها الابر فاليو. انت معناها هتقبل الكلام ده وبتعمل اكسبت عشان كده اسمها اكسبتنس ريجون كلها مربوطه مع بعض الحاجات دي. كويس دي اكسبت هنا بتعمل اكسبت. طيب هنا اكسبت معناها الديفرنس ديفينتلي لازم يكون في ديفرنس. زمان احنا قلنا في الاستيميشن بروسيس اذا البوبوليشن مين قاعد هنا لازم يكون عندك ديفرنس. الديفرنس هنا منسوب للاختلاف بتاع العينات او بس سامبلينج ايرور. ايوه
فاريابيليتي، اي حاجات متعلقه بالسامبل، ما بالفاكتور اللي انت بتصير بتاعه كده يعني. ايوه ما بالفاكتور، ما بسبب الفاكتور اللي انت بتفتش عليه في البحث. لذلك بيقولوا هنا الديفرنس كومز هنا باي تشانس، باي سامبلينج ايرور، باي فاريابيليتي، اي حاجه ثانيه، سامبل سايز قليله، سامبل ديزاين وهكذا. لكن الديفرنس هنا يعني ما بسبب العوامل اللي انت بتفتش عنها. خلاص ده اسمه ديفرنس باي تشانس. كويس؟ اختلاف طفيف يعطيك العافيه. اختلاف بس... ايوه معناها الاختلاف قليل. طفيف. ايوه بالطفيف، طفيف بالضبط كده. عشان كده انا زمان في الاستيميشن بروسيس كنت بركز لكم على انك انت لازم تقلل المارجن اوف ايرور بقدر الامكان، اصغر ما يمكن، بحيث انه عشان ما يتداخل مع الديفرنس بتاع الفاكتور. الفاكتور. لانه هم بيخشوا مع بعض. يعني ممكن الديفرنس بتاع الفاكتور يبدا من هنا كده. ايوه بعيد. ايوه وده الديفرنس بتاع شنو؟ وده الديفرنس بتاع المارجن بتاع السامبلنج ايرور. فده لازم يكون صغير عشان بعدين ده يجي خاشي جوه هنا. نعم. على الاقل عشان نديك النتيجه الدقيقه. عرفت كيف؟ يكون قرارك يكون سليم. ايوه هو اصلا في تداخل بيناتهم الاثنين بالمناسبه. انا لو جرينا الشرايح رجعت عليكم بتلقى انا في الشريحه بتاع الاستيميشن قلت لك فوق ديفرنس باي سامبلنج ايرور وتحت ديفرنس باي فاكتور. فلازم انت بتقدر تتحكم في ده. بتقدر تتحكم في شنو؟ في الديفرنس بتاع السامبلنج ايرور تقدر تتحكم فيه انت. فحاول تصغره بقدر الامكان بحيث انه نتائجك بعدين تكون دقيقه. فانت ما ممكن بعدين يعني تاخذ ديك سامبل بطريقه خطا. وعندك فاريابيليتي في مشاكل بتاع الفاريابيليتي. يقوم يظهر لك هنا الديفرنس بتاع شنو؟ الفاكتور بتاع السامبلنج ايرور يقوم يزيد لك الديفرنس بتاع السامبل اوف ستاتستيك يدخله لك هنا في شنو؟ في الريجكشن ريجون ويكون قرارك هنا خاطئ. يكون اصلا ما في تاثير للعامل. يدخلك هنا في حاجه اسمها تايب 1 ايرور. كيف؟ يعني مثلا اديك مثال بسيط، اديك مثال بسيط. يعني مثلا انت عندك تحقيقات في جريمه جنائيه. قمت ما عملت التحقيقات بطريقه دقيقه. هتقوم تتخذ قرار او حكم قضائي خاطئ. ممكن الشخص ده يكون بريء اصلا، تقوم تحكم عليه بالاعدام تدخل طوالي في الريجكشن ريجون. لانه اصلا اجراءاتك الجنائيه ما كانت سليمه بطريقه دقيقه. خشيت انت دخلته هنا في الحته بتاعت الريجكشن ريجون مع انه الاحتمال ده ضعيف يصل له هو لانه بريء حتى تثبت ادانته. فانت من خلال اجراءاتك الجنائيه اللي عملتها الخاطئه زدت من الايرور بتاع شنو؟ بتاع التحقيق. لذلك قرارك كان خاطئ، ده يسموه تايب 1 ايرور، خطا فادح. يكون هنا حكمت على بريء بالاعدام. والله ده خطا قاتل يا دكتور. قاتل ايوه. اي خطا صدق هنا. عشان كده اي زول لما عشان كده انت دايما بيدققوا لك دايما في النتائج بتاعتك كويس، وبالذات لما تصل لنتائج بتاع السيجنفكنس زي دي وتجي في الريجكشن هنا في البحوث بيحاولوا يتاكدوا من دقه البيانات، يتاكدوا من الستاندر ايرور كان كيف، السامبل اخذتها بأي طريقه، يتاكدوا من الحاجات دي انها كانت سليمه عشان قرارك لما يكون هنا يكون مبني على اساس سليم. عشان كده دايما اي زول لما قول كلامك. يعني عشان كده الغضاء لازم يكون مستقل. دخلتنا في السياسه. والله نحن ما عندنا اي حاجه. عشان كده ايوه فعلا القضاء لازم يكون مستقل. ايوه. او بيد اجراء يعني من ناحيه يعني من ناحيه اجرائيه يعني او اداريه، لكن انا بقصد حتى من ناحيه اجرائيه التحقيق لازم يكون سليم، يكون دقيق. كويس؟ انت عارف دايما يعني مثلا المحكمة دي مثلا ما دار نخش في مواضيع كثيرة كده ونضيع زمن، لكن عملية السلطة القضائية ذاتها عندها إجراءات وفي استئناف ومحكمة دنيا ومحكمة عليا ومحكمة موضوع واستئناف. ليه؟ كل غربلة عشان كل جهة تحدد دقة الإجراءات الأولية عشان يكون في عدالة، يكون في مرافعة. أيوه ويكون في أيوه يعني الداتا قربان للداتا عشان ينو التاثير قربان للداتا يبقى أيوة. العامل الاساسي ايوه عشان يكون الايرور بتاع اتخاذ القرار يكون اقل ما يمكن، اصغر ما يمكن. نعم
وبالتالي لما يكون الحكم النهائي يكون حكم سليم، بالذات في الريجكشن هنا، بالذات في الريجكشن هنا، هنا ما مشكله. هنا انت لو جيت عملت اكسبت للنال هايبوثيسيس، يعني مثلا جيت قلت انه الدواء ده ما مؤثر، مثلا انت عملت تجربه لعلاج معين وجيت انه والله الدواء ده ما مؤثر، هنا في خطا، ممكن يكون هو مؤثر لكن خطا اقل فداحه من الخطا الاول. لو جيت قلت والله انا مثلا عملت تجربه ولقيت الدواء ده مؤثر، جيت هنا معناها الناس حيستخدموه، ده خطا فادح. الخطا الاول اصلا ممكن الدواء العلاج يكون ما مؤثر، يكون في الواقع الحقيقي هو مؤثر، لكن اكتشفت انه هو ما مؤثر وجيت في الاكسبتنس ريجن قلت ما مؤثر، خلاص بيكون اقل فداحه. ليه؟ لانه مفضل حيستخدمه لحد ما يتعمل تجارب ثانيه، هو خطا لكن اقل، يسموه تايب 2 ايرور، اقل فداحه من الخطا الاول. الخطا الاول انك انت تجاربك ما سليمه وما دقيقه، جيت قلت والله عندي علاج مؤثر والناس يبدوا يستخدموه، ممكن يكون عنده اثار جانبيه ومميته، يعني ده تايب 1 ايرور. هنا في البحوث الطبيه دي دايما بتكون الكونفدنس ليفل مساحتها اصغر. الكونفدنس ليفل المفروض تكون اكبر، كونفدنسيالتي عاليه. نعم اكبر. انت تزيد الكونفدنسيالتي هنا، انت بتقلل من الدائره حقتنا بتاعت جبال اللي شايفها، بدل 5 تبقى 1%. لما انت تعمل كونفدنس ليفل 99% كويس، الدائره دي تبقى 99%، دي تبقى 1%، هتكون صغيره. لما انت تيجي تتخذ فيها القرار تكون واثق، صعب تصل، صعب تصل، وبالتالي الكونفدنس هنا بكون 99% عالي. لما انت لو جيت وصلتها بتكون اتخذت قرارك في كونفدنس عالي. ده المنطق بتاع، يعني هو الكونفدنس ليفل ده يعني بيتناسب قدر ما يزيد ويقل على حسب قوه القرار. تقريبا لو زاد ما بيكون في قرار، يعني هو بيأثر على القرار لكن هو على حسب حساسية ومخاطر في اخذ القرار. نعم المفروض يكون دائما في كونفدنس ليفل 99 صح؟ لا مش بيتبني على الدراسات السابقة. الكونفدنس ليفل دائما بيكون 95% 95 بيكون دائما 95% حسب يعني لو كان الدراسات يا دكتور يعني والله هو ليه 95؟ لانه هم اصلا تقريبا الباحثين اتفقوا على 3 مستويات، 90% 95% و99%، اتفقوا على 3 مستويات دي خلاص للباحثين خلاص. فانت لا بتاخذ 99% هاي كونفدنس ليفل ولا بتاخذ 90% لو كونفدنس ليفل، تاخذ حاجه في النص. ليه 95%؟ بس دي الفكره. تخيل امور سطحيه، لذلك اغلب التجارب واغلب الابحاث بيعتبروا الالفا دي الالفا اللي سيجنفيكانس ليفل لي الالفا دي 5%، لانه حاجه في الوسط ان بتوين. طيب اي بس يا دكتور ممكن تكون 99%. ايوه يعني نحن هسه لازم تكون عندنا الكيمياء الجنائية، عندنا لازم تكون 99%. بالله ايوه بالكيمياء الجنائية انت مش ما شاء الله. ايوه فعلا لازم تكون 99% زي ما قلت لك عشان ما تكون تايب 1 ايرور، عشان ما تجي ايوه عشان ما تبقى وين. ايوه ايوه صح فعلا، لانه هنا طبعا السنسيتيفيتي هنا في اتخاذ القرار قياسها جدا عالية. القرار لانه ما يترتب عليه اشياء صعبة. ايوه بالضبط كده. انت بدأ متخصص في المجال ده انا بحبه جدا والله، وعايزين زول فعلا متخصص فيه، يعني فعلا مجال انترستنج والله. مجال صعب يا اخي. ايوه مجال دايرتكم صغيرة جدا، دايرتكم تصويب. أول مرة بمناسبة يكون معي مشارك مجال الجنائي ده، طبعا التحليل الإحصائي الجنائي ده فيه حاجة جميلة جدا، very interesting يعني. ترى ولا مش كده؟ أيوة نعم تمام. في سؤال كيمياء جنائية. كيمياء جنائية أيوة تخصص جميل والله. تخصص بنات لكن غايته. طيب عشان نكسب زماننا في سؤال ثاني وخلاص.
الو واصل يا دكتور، واصل واصل. صوت راح بتاعك. بارك الله فيك. طيب طيب هنا هنجي اليوم ان شاء الله هنطبق في اختبارين، الاختبار الاول ده والاختبار الثاني. الاختبار الاول تكلمنا عنه قبل شويه. طبعا الاختبارات اصلا اختبارات الاحصائيه ما بتتجاوز نوعين، يعني خذوا القاعده في بالكم عشان تسهل عليكم كثير. ما بتتجاوز نوعين، النوع الاول تيست فور ديفرنس، اسمها تيست فور ديفرنس. أو سموها difference test، خلاص؟ اللي اختبارات الفروق، أنا عايز أشوف فرق بين حاجة وحاجة. طيب ممكن يكون عايز أشوف فرق بين مثلا بين قيمة معيارية standard value وإحصائية من العينة، كويس؟ يعني في ستاندرد فاليو قيمه معياريه عايز اشوف هل مختلفه من العينه وقيمتها مختلفه منها ولا لا. في نوع ثاني مثلا انا عايز اقارن بين مجموعتين، عندي البيفور كوفيد 19 السودان الويت بتاعه وافتر كوفيد 19، يعني برضه تيست فور ديفرنس، تعرف ديفرنس تيست ده بيسموه، الاول بيسموه وان سامبل تي تيست، في الكتب بيقول له تيست testing the difference between mean of sample and mean of population. ده موجود في المراجع كده اسمه. وجود الفرق بين متوسط عينه ومجموع متوسط مجتمع. النوع الثاني ده يسموه testing the difference between two mean of samples. او في الاس بي سي بيسموه independent sample test. كويس؟ زي المثال بتاعنا بتاع الكوفيد 19. او يكون عندك نوع ثاني يسموه البير سامبل تي تيست، اللي هو اختبار الفروق بين متوسط عينتين مزدوجتين او عينتين متشابهتين، يعني نفس العينه كيس كنترول، كيس كنترول عندك تجربه كويس عملتها مع مجموعه، قبل ما تعمل التجربه بتقوم تعتبرهم كنترول او تكون قبل وبعد، ممكن قبل وبعد، ممكن يكون المجموعه كنترول قبل وبعد تقارنهم مع بعض، او تكون في مجموعه ثانيه تكون كنترول بالنسبه للمجموعه بتاعت التجربه. كويس؟ ده بيسموه البير سامبل تيست. او برضه فروق، هنا بتشوف فرق برضه، شايف فروق. او تجيب مثلا انوبا، عندك الانوبا مثلا انت عايز الانوبا تشوف لو عندك مثلا ثلاثه مجموعات او اكثر من مجموعتين. يعني عندنا اكثر من مجموعتين، دي ثلاثه مجموعات اربع مجموعات. يعني هو الاختبار بتاع انوفا هنا قريب للاختبار بتاع الاندبندنت سامبل، لكن هنا في الاندبندنت يكون عندك مجموعتين فقط، اما في الانوفا يكون عندك اكثر من مجموعتين. يعني في الانوفا عندك اكثر من مجموعتين، يعني مثلا عايز تشوف الاوزان بتاعت السودانيين مثلا قبل ثوره الانغاز، وتجي تشوفهم بعد ثوره الانغاز، وتجي تشوفهم بعد الكوفيد 19. كويس. انت هنا قارنت بين ثلاثه فترات زمنيه، كل فتره زمنيه انت بتعتبرها فاكتور. طبعا ده مثال يعني مزاحي شويه ما جاد يعني، لكن فكره يعني الفكره كده، تكون عندك ثلاثه مجموعات تيجي تشوف الويت هنا وهنا وهنا، هل في فرق بين ثلاثه مستويات الاوزان في ثلاثه فترات زمنيه ولا لا، وهكذا. طيب فدي ده هنا يا دكتور ممكن مثال ثاني، يعني يكون عندنا بات اشوف في ثلاثه مراحل عمريه، يعني برضه صحيح ممكن يكون عندك نبات ثلاثه مراحل عمريه فيهم، او ممكن عندك حاجات في السوشيال واضحه، يعني مثلا هل مستوى الدخل بتاع الاساتذه المدارس اساتذه التعليم العام كويس، هل بيختلف من الاساتذه الجامعيين، هل بيختلف من الفنيين مستوى الدخل، او مثلا ممكن تقول هل الاوزان في ثلاثه دول يا استاذ، السودان مصر السعوديه. ايوه ممكن انا اشوف الاوزان فعلا بين ثلاثه دول افتر الكوفيد 19 مثلا، افتر الكوفيد 19 اشوف الاوزان بتاعتي في ثلاثه دول، فعلا ممكن ثلاثه دول يكون بيجمع اقليم معين او منطقه معينه، بشوف
هل الجانب الصحي بتأثر بالنسبة للدول دي ولا لا؟ ممكن تقارن ثلاث دول مع بعض. صح فعلا، ده مثال جميل. أو مثلا ممكن أشوف مثلا جودة حاجة لمصنع عنده ثلاثة فروع. يا سلام عليك، اكسلنت، برضه سؤال ممتاز ممتاز جدا. مصنع عنده ثلاثة فروع، عايز أشوف مبيعاته مثلا ولا إنتاجه؟ مبيعاته مثلا، نشوف مثلا مبيعاته في منطقة معينة، كل منطقة هل في اختلاف ولا لا؟ أو ممكن نقارن يا دكتور ما بين ثلاثة طرق تعليمية مختلفة أيضا. ممكن نقارن بين ثلاثة طرق تعليمية مثلا. أيوة فعلا. طبعا دكتور هنا في النوفا ده ممكن أطبقه على هنا مقارنة تركيز عنصر محدد في مثلا في النبات نفسه وفي التربة وفي الماء. ممكن لو أنت عايز تبحث عن تركيز معين. أيوة مثلا كمثال عنصر الحديد. يعني أيوة. تركيزه في الماء والتربة والهواء. ممكن. صحيح، ممكن تقارن فعلا من تركيزه في الثلاثة مناطق دي فعلا ممكن. دي برضو أي حاجة كويس عايز تبحث عنها وعندك فيها أكثر من مجموعتين استخدم أنوبا. إذا هي مجموعتين فقط استخدم شنو؟ الاندبندنت سامبل. طبعا نحن هنطبق فقط الليلة على هنطبق الليلة بس على شنو؟ على الاختبار الاول ده والثاني ده في الانترميديت كورس. ان شاء الله بيجوني بنخلص بناخذ ديل مع بعض وناخذ هنا بكره هناخذ ديل ان شاء الله. الانترميديت كورس هناخذ الكيس كنترول او البيت سامبل هناخذ انوبا ان شاء الله باذن الله. طيب تعال نشوف نحن مع بعض الاختبار الاول ده. طبعا ده بيستخدمونه نفس الجوده كثير جدا. يعني مثلا اس العبوه بتاعت قاره المويه الصغيره دي مثلا 300 مللي صح؟ 300 مللي لتر. ايوه. اي قاروره بتطلع من المصنع بيكون كميه المويه فيها 300 مللي؟ هنا في السودان لا. ها؟ 92 شويه. ايوه ممكن يكون اكثر من 310 مثلا. ترى تجاك لقاه مليان فول يا ما تكون اكزاكتلي. ما تكون اكثر او أيوة. مرات تلقاها نص. مرات تلقاها كثير. مرات تلقاها كثير. مرات نشتريها فاضي عديل. تكون فيها انحراف. لكن انا بقصد الاغلبيه او المتوسط دائما بيكون ما بيساوي 300 بالضبط. يا بلس او ماينس 5. يعني مثلا انا مثلا جيت والله مثلا لقيتها في العبوه مكتوب 300 ملي خلاص؟ دي القاروره مكتوب فيها كده، جيت مشيت وزنت او قستها لقيتها 200 ديفنتلي 200 مثلا جيت لقيتها 285. طوالي حمشي ارفع قضيه في المصنع اقول لهم انتم بعتوا لي كميه مويه اقل؟ لا. ايوه باعتبارها مقبوله. ايوه باعتبار انه ده ديك ديفرنس كمز باي تشانس. ديفرنس كمز باي تشانس ايوه. لانه ممكن يدوك طوال يقول لك جيب العبوه دي يدوك واحده 310 يقول لك ادفع لنا زياده لو بنفس المنطق. ها؟ نفس المكنه ذاتها بتطلع لها واحده 310 لكن شنو؟ هنا كميه المويه فيها زياده يقول لك ادفع لنا الفرق دي قروش يعني ولو انت تكلمت معاهم بالمنطق بتاع التعويض يعني. لذلك هم الناس بيعتمدوا هنا على المتوسط واحد. اثنين عشان يثبتوا انه في خلل في المكنه لازم يجي يقارنوا المتوسط بتاع مجموعه من القوارير اللي هي العينه يعني مع المتوسط بتاع الستاندر ده. خلاص؟ فالمتوسط ده لو تجاوز الحد معناه في عنده مشكله هنا في التصنيع. طبعا ديفنتلي هنا هيكون نيجاتيف بالنسبه لو اللي كان الانتاج كميته اقل. طبعا لو اكثر برضه بيكلف المصنع لانه هنا معناها المكنه دي بيكون انتاجها اعلى من المتوسط المعدل الطبيعي وبالتالي ممكن يكلف بالمواد الخام بتاع التصنيع اللي هي المويه ذاتها بتكلفهم كده لانه هنا انتاجه اعلى من والله. يعني دي برضه حتى في الجوده هنا واضح المنطق ده؟ طيب اللي هي دي الوان سامبل تي تيست. انت بكون عندك ستاندر انت غايب السامبل على الستاندر. فهنا يعني دكتور يعني اي مقارنه بتاعت سامبل دراسه
مع قيمة معيارية سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية، وهو الخيار المناسب لها هنا الاختبار هو وان سامبل تيست. ممتاز، اكسلنت، لخص لي الكلام خالص، لخص لي الكلام بالضبط كده. اذا فروض البحث حقتك دي بتصيغها هنا، انت شوف الفرض البحث بتاعك وين ماشي فيها، تتجاه فيه تختار الاختبار المناسب معه. زي ما ذكرت قبل شويه هنا، معناه انت عندك فرض بحث معين وعندك قيمه معياريه معينه تقارن بها. طيب نجي في ال، نمشي قدام شويه. والله يا دكتور انا في، انا عندي بحث هنا، المشرف هو قال لي يعني على حسب كلامك انت، انا مفترض اعمل باختبار الفرد الاول لو انا سامبل تيست. ايوه، اللي هو تراكيز بعض العناصر الثقيله. هو قال لك شنو؟ طيب في انا ماخذها وين؟ في التربه وفي الماء المرويه بها وكذلك النبات. هو قال لي لا، تاخذ هنا الاختبار الثاني اندبندنت سامبل تيست. ما عارف الفلسفه عندي هنا في المنطق. طيب ما مشكله، هو عايزك تقارن بين كل اثنين مع بعض. يعني هو فكرته كالاتي. لكن يا دكتور انا الفهم العام التوجه بتاع البحث هو هل يوجد تلوث بالعناصر دي ولا لا؟ القرار متخذه اللي هو بناء على الـ WHO التراكيز بتاعتهم مقارنة مع الـ WHO اللي هي هنا قيمة معيارية. صح. طيب هنا معناه انت المفروض تشتغل بانوفا بالمناسبة. مشتغل بانوفا هنا لانه انت عندك الفاكتور بتاعك تراكيز كونسنتريشن، كويس؟ نعم. سوري، ده الفاريبل. والفاكتور بتاعتك شنو الفاكتور هنا شنو؟ الفاكتور ماء وتربة ونبات فاكهة. طيب لا، الفاكتور دي بسميها شنو؟ بتجمعها مع بعض بسميها شنو يعني؟ يعني المفروض يكون في فاريبلز. اي كفاريبلز، كيف هي المفروض تجمعها حاجه واحده، وحده علميه واحده، يعني انا اقصد عوامل تغذيه مثلا ولا كده هو قصده؟ كيف؟ ايوه مثلا هي عوامل تغذيه بالضبط كده. هل هي عوامل يعني تغذيه؟ هي ذات فروعها شنو العناصر قصده؟ لا العناصر هفي مثل ملوث، عناصر ملوثه يعني. تلوث. ايوه اللي يسمى شنو انت عندك؟ العناصر الصغيره. ما بقدر اعمل لك كلاسيفيكيشن يعني اصنفها هي ملوثه ولا لا. انا بلوث بقدر اقول احكم عليها انها ملوثه في حد محدد بناء على دبليو اتش او. اذا تزاولت هل اسمها أيوة. اسمها عناصر التلوث زي ما قلت او عناصر؟ لا هي خمسه، خمسه عناصر بالتحديد. زئبق ورصاص وكادميوم وخرسين. لا بقصد انا الفكره بتاعتك، ما انت عايز تعمل على المويه وعلى التربه وعلى شنو؟ على فاكهه البرتقال المزروع فيه. برتقال برتقال يا دكتور. البرتقال؟ لا انت برتقال صح كده؟ نعم. لا انت عايز تشوف على في نبات البرتقال. ايوه عاوز اشوف، عاوز اشوف هل هنالك تلوث في هذا البرتقال؟ ايوه وعشان ايوه اذا كان وجدته عملت تحليل، عملت تحليل المويه الري بتاعته وكذلك التربه اللي دي من عناصر بيئه زراعه البرتقال اسمها كده. ايوه كمان انت وحيده، لازم توحيده في شنو؟ في مفهوم واحد عشان ايه؟ فاكتور واحد هي الفاكتور بتاعك. ايوه خلاص، ده الفاكتور هنا. بعدين انت تيجي تشوف الفيريبل حقك ده كيف موجود، الكونسنتريشن حقه كيف. انا ما عندك مشكله، بس عشان نحن شويه الزمن نقول نعمل. لكن هو يا دكتور صح يشتغل بالمعادله الاولى صح؟ لان هي مقارنه بين ستاندر وتيست. طبعا ايوه، عندك ستاندر لكل فاكتور من ديل، عندك ستاندر. نعم موجود. يلا انت لكن هنا تعمل وين سامبل تيست؟ سؤال بس، سؤال بسيط لو سمحت. أيوة. هنا الحاجه اللي بيقيسها شنو لو سمحت، يعني الشخص اللي سال السؤال بتاع
الماء والهواء والبرتقال، انت الحاجه اللي بتقيسها شنو يعني؟ متوسط التركيز ولا متوسط التلوث؟ متوسط التركيز بتاع العنصر. التركيز. طيب بعدين بتحكم عليه هل هو ملوث ولا لا، مسموح ولا غير مسموح طيب للتناول انا الادمي. عندي بس وجهه نظر هنا، حتنظم لك الشغل كده نهائي. دقيقه بس طيب حتة. طيب طبعا انا بعرف انه شيء بديهي مستوى التركيز بتاع التلوث في التربه، كويس، في التربه يختلف من المويه، يختلف من شنو؟ نعم، بيختلف من النبات النبات. نفسه. نعم، يختلف من النبات نفسه، نعم. كويس. أيوة. فانت هنا مفروض مستوى التركيز لكل عنصر من ديل المين الميو بتاعته تختلف من الثاني، وبالتالي المفروض انت هنا الميوس حقتك تختلف من بعض، ما توحدها. انت هنا جيت عملت انوما، لا ما موحده دكتور، ما موحده، هي الكومبير المقارنه، ما مثلا هنا ما صح. المتوسط، المتوسط بتاع الماء مع القيم المفروض المعياريه له اللي هو بناء هنا على ال WHO، كذلك التربه بناء على القيم المعياريه الموجوده له ال WHO، الفاكهه وكذلك، هي من اساس المنفصلات. ده وان سامبل، وان سامبل تيتس. ايوه ده وان سامبل تيتس، لانه ايوه على حسب كلامك، على حسب كلامك هو الصح، هو وان سامبل. مستوى التركيز بتاع التلوث في الماء بيختلف عن التركيز بتاع ايوه انوفا تيتس، هنا وان سامبل تيتس. انت المفروض تجيب هنا مستوى التركيز بتاعك الستاندر تقارنه مع شنو؟ مع السامبل. نعم، مستوى التركيز الستاندر عندك من ال WHO مثلا، تقارنه مع الستاندر مع سوري مع السامبل. تمسك السويل، تمسك الووتر، تمسك البلانت النبات، بس تعمل الحي وان سامبل تيست. عشان بس بعد على استعدادي شنو اتابع معاك الحاجه دي بالتفاصيل المملة، حتى لو ضربت تليفون ولا يهمك. طيب شكرا جزيلا، بس ما شكرا ويا ريت لو رجعت لي يعني ما تسالك ليش مشيني ساكت. كيف يا دكتور؟ لا لا ولا يهمك، بالعكس نقطة مهمة جدا محمد، مهمة تروح مهمة يعني الناس الله يكرمك يعني. الناس بتفيدوا منك كثير يعني، اخرناكم بس انا بتعامل معاك بعد السيشن ان شاء الله، بتعامل معاك لحد ما تعمل كثير وكل فاهم. طيب مشكور والله، ولا يهمك. طيب هنا ايوه يا شباب معايا؟ ايوه يا دكتور معاك يا دكتور، معاك يا دكتور. طيب عندي بس تجربه سريعه، عندي تجربه بس سريعه اقدر اشرحها لكم هنا، بس ركزوا معايا شويه في 10 دقائق. نفس الفكره بتاعت الوان سامبل تيست، طيب نفس الفكره بتاعت الوان سامبل 86 لتر، اخذنا عينه ب 150 تمام، لقينا استهلاكه من المويه 89 لتر، كويس، انحراف معياري 5. السؤال لو متابعين معي، هل استهلاك المويه ده بيختلف جوهريا عن المعدل الطبيعي؟ المعدل الطبيعي 86. طيب طبعا عندي فرضيه العدم ان الهايبوتيز اكس بار بيساوي ميو او ميو بيساوي اكس بار، يعني هنا ما في ديفرنس، هنا نو ديفرنس. The difference comes by chance, sampling error. فبتغير معنوي عن طريق الصدفة. Alternative hypothesis طبعا عكسها طوالي. هنا في فرق. Difference هنا comes by factors. Difference comes by factors معناها المعدل الاستهلاك غير طبيعي، معناها في عوامل وراء زيادة الاستهلاك، بالرغم من انه الفرق 3 لتر فقط. معناها في زيادة في الاستهلاك
المياه، وبالتالي المفروض يكون في توجيهات لمعالجة هذه المشكلة. واضح المثال ده؟ شباب معي؟ واضح 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 واضح. نجي هنا سيب بعمل الخطوات حقتي مش هنجي اعمل التجربه دي بعمل الخطوات دي بطريقه بسيطه. الخطوه الاولى كويس بعمل الكونفيدنس ليفل حقي 95% صح 95% معناها القيمه بتاعت التي في الجدول كم 1.96 هذه هنا بلس ام ماينس هنا ماينس 1.96 خلاص هنا من دي معايا يا شباب. ايوه دكتور ايوه صوت في تقطيع يا دكتور وات شنو؟ ما سمعت وانت كان في تقطيع في الصوت يا دكتور كان في تقطيع في الصوت صوت الطفل عمل لكم ازعاج مش كده؟ الطفل وصوتك بيقطع الاثنين بيجوا علينا ما سامعين حاجه. طيب كده هسه سامعني كده واضح ايوه صوتك واضح. الخطوه الثانيه الخطوه الثالثه بنجيب حاجه اسمها تي تاب دي مهمه جدا او تي كالكوليتد يعني تي محسوبه. يعني شنو تي محسوبه؟ يعني نحول ال 89 دي 89 لتر دي نحولها لقيمه معياريه وقوم نجي نعوضها هنا. طبعا المعادله بتاعت التحويل المعياري اللي هي 89 ناقص 85 على اس اللي هو الانحراف المعياري 5 الجزء التربيعي لان اللي هي 150 النتيجه بتجيني هذه 7.3. حاجه اشوف ال 7.3 واقعه في الاكسبتنس ولا ريجكشن ريجون؟ هي طبعا ديفنتلي اكبر من 1.96 صح؟ الريجكشن واقعه هنا اكسبت اور ريجكت النال هايبوثيسيس ريجكت ريجكشن ريجكشن وقعت في الريجكشن وريجكت هايبوثيسيس. يا سلام عليكم ممتازين لانه اثبتنا انه المساحه خلف خلف التي تاب قيمه التي جدوليه دي عباره عن الفا دي الالفا حقتنا وبالتالي دي واقعه في مساحه الريجكشن معناها ريجكت هايبوثيسيس. طيب الانتربريتيشن هنا شنو؟ توجد فروق توجد فروق في فاكتور اثرت ايوه ايوه في فاكتور اثرت على شنو؟ نعم في فاكتور الاستهلاك بتاع المويه استهلاك المويه ده زايد بالرغم من انه الفرق ثلاثه بس شفتها؟ يعني شفت الفرق الرقمي دائما في الاحصاء ما مهم ده بسموه الماركت ديفرنس ده ما مهم هنا في statistical ديفرنس يقول لك there is a significant difference between كده and كده ها significant difference او يقول لك احيانا there is an evidence for the difference between كده and كده كويس under 95% confidence level or alpha 5%. طيب طيب ناخذ مثال ثاني حاله ثانيه نفس المثال بتاع المويه ذاته لكن حاله ثانيه احصائيات فيه واحصائيات ثانيه العينه هي زي 150 الستاندرد ديفيجن 20 الاستهلاك نفسه 89 هنجي الخطوه الاولى الكونفدنس ليفل حقنا هذا حددنا المفروض تكون اكس بار مش يا دكتور وكوش انا اكس بار 89 اي صح 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 اكس بار هنا بس في خطا مطبعي فعلا هنا في خط كده فوق هنا يعني المفروض يكون كده اي تكون اكس بار هنا كده تجي اعملها في الابيض كمان تكون كده فعلا اي هي اكس بار صح بس خطا مطبعي كويس لانه فعلا لو جيت اكس معنى بيختلف المعنى. طيب هنا
89. الخطوة الأولى confidence level 95%، هذه 95% معناها التي تاب، التي تاب 1.96 هنا بالماينس هنا بالبلس، يبقى دي confidence level بتاعتنا هنا للمستوى الثقة هنا مساحة القبول هنا. طيب بجي أشوف أنا بعد كده الخطوات حقتي بحول التي، بجيب التي تاب تي ستار، تي ستار دي مهمة 1.84، بجي أشوف واقع وين. طبعا هي 1.84 طبعا ده 1.96 صح، وهنا صفر في الاكسبشن. ايوه قاعده في الاكسبشن. سوري هي المفروض تكون لحد هنا اكسبشن صح كده، دي 1.96 من هنا لهنا بلس ام ماينس، معناها واقع في الاكسبتنس. القيمه دي تحت التي تاب او التي ستار واقع في الاكسبتنس، هنا معناها القرار بتاع شنو؟ accept or reject the null hypothesis. accept the null hypothesis. It means accept the null hypothesis comes by chance or by chance. ايوه difference comes by chance. ايوه الفاكتور هنا ما عنده تأثير. خلاص؟ فهنا difference comes by chance. تكون الفاكتورز ما موجودة التأثير حقها. طبعا المنطق اوريكم منطق بسيط وسريع وظريف ان شاء الله تفهموا معي بسرعة. لاحظ انا هنا زدت شنو؟ سيجما هنا كانت كم؟ خمسة. كان خمسة وهنا 20. ايوه. ايوه شوف الاكس بار زي ما هي، ان زي ما هي. عملت شنو؟ زدت الفاريابيليتي انا. ايوه. لما انا زدت الفاريابيليتي هنا السامبلينج ايرور زاد. السامبلينج ايرور لما زاد المارجن اوف ايرور زاد. شوف هنا المارجن اوف ايرور كم؟ هنا 1.63 وهنا المارجن اوف ايرور 408. لما زاد المارجن اوف ايرور بقيت انا ما متاكد في القرار بتاعي، لذلك على طول الاستاتستيك ودتني لشنو؟ لاكسبتنس ريجن، لانه الايرور هنا زايد النتائج بتاعتي في هاي ايرور، لذلك القرار ما معتمد على دليل قوي، ما مستند على دليل قوي، لذلك انا عملت اكسبت هنا. عرفتوا المنطق ده؟ وضح لكم؟ ما وضح ما مشكله. لو ما واضح ما مشكلة عادي. معناه العلاقة عكسية صح؟ علاقة عكسية. أيوة أيوة دائما علاقة عكسية. لما أشوف ال 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 margin of error هنا اللي هو ده margin of error حقي. المارجن كل ما زادت الفاريابيليتي دخلتني في الريجكشن ريجون صح. الفاريابيليتي واحدة من الفاكتور، تذكروا زمان قلنا بتأثر على المارجن of error إضافة للسامبل ديزاين. هنا مباشرة الفاريابيليتي، فهنا الفاريابيليتي أو المارجن of error لما يرتفع هنا قيمة التي ستار قلت. والعكس صحيح، والمارجن اوف ايرور لما نجيب كل ما يقل الدقة تزيد، كل ما الدقة تزيد قرارك انت بيمشي وين في الريجكشن. انت كيف؟ ده المنطقي. الريجكشن لما تتخذ قرار الريجكشن بكون انت متخذ القرار ومقتنع بالقرار. يعني انا طبعا يعني حابس مشاركين معي في الدورة يكونوا فاهمين الحاجات دي اكثر من يحفزوها. أكثر من أنا تحفظ وتقول accept reject لأنه أكبر أصغر، كون عارف اللوجيك مربوط من وين جاي كويس، عشان في يوم من الأيام لو بقيت أنت مثلا مشرف على بحث أو أيوه على بحوث وكده تقدر يعني حتى زول اللي بيعمل التحليل تناقش معاه النتائج، يعني حتى طالبك ذاته وتعلمه كيف يراجع نتائجه مع المحلل، يعني حتى لو اعتمد على المحلل لو ما حلل. طيب بس عايزين نشوف على كده. أيوه عايزين نشوف البي فاليو، نشرح البي فاليو. البي فاليو فكرتها جات من وين؟ البي فاليو اوريك فكرتها جات من وين. طبعا نحن لو لاحظتوا هسه يا اخواننا بنقارن حاجه مع حاجه، لاحظوا معي بس في الحته دي، بس ركزوا معي الكلام ده مهم شديد، يعني ما حتلقوه في حته، يعني مش قصدي يعني ما بتلقوه في حته معناها ما بتلقوه، لكن انا جمعته من خلال مجموعه معارف يعني ده ارخص لكم في حته معينه. طيب ال هنا نحن هسه كنا بنقارن عشان اتخذ القرار على اكسبت وريجكت، بنقارن بين قيمه جدوليه وقيمه شنو؟ محسوبه. الجدوليه سميناها تي تاب، والمحسوبه سميناها تي ستار او سميناها تي كال. طيب بنقارن بيناتهم الاثنين صح؟ فإذا كانت المحسوبة وقعت
ووقعت اقل من اكبر اكبر من الجدوليه يعني وقعت في المساحه بتاعه شنو الالفا اللي هي المساحه بتاعه الريجكشن بنعمل ريجكت للنالهايبوس ريجكت للنالهايبوس لانه وقعت في المساحه شنو الريجكشن تمام لحد هنا ايوه تمام كذلك بنجي نقارن برضو التيتا اللي هي 1.96 دي جدوليه محسوبه نقارنها مع المحسوبه واذا كانت المحسوبه واقعه اقل منها يعني واقعه في الاكسبتنس ريجون يعني هنا 1.96 برضو هنا ماينس لانه واقع في المساحه بتاعت الاكسبتنس مع هنا بنقول نعمل اكسبتنس نال هايبوس كانه اختصار كانه بنقول اذا كانت التي ستار اكبر من تي تاب تمام بنقبل فرضيه العدم سوري نرفض فرض العدم نعمل ريجكت نال هايبوس والعكس صحيح اذا كانت التي ستار اقل من التي تاب لانه واقع في الاكسبتنس بنعمل اكسبت نال هايبوس طيب هنا انا بنقارن سكور ويز الصوت قطع شويه يا دكتور وقفت فيها تحيت انا انه بنقارن سكور ويز سكور طيب بقارن انا سكور ويز سكور بقارن سكور ويز سكور دي نقطه مهمه شديد طيب لاحظ معي انا بجيب بحسب التي تاب التي كالكيوليتد وغيرنا مع التي تاب طيب انا معناها محتاج كل مره كل ما اعمل تجربه طبعا لانه انا اثبت لكم في المحاضره الماضيه كلام ده مهم شديد انه قيمه التي تاب دي بتتغير قيمه التي بتمشي بتتحرك تمشي هنا وتجي هنا على حسب حجم العينه حسب الديجري اوف فريدم صح قيمه التي بتتغير تتاثر معناه أنا كل مرة لما نعمل تجربة كل مرة محتاج أجيب قيمة التي وأحسبها معاها وأقارنها معاها وكذا أجيب الجدول يعني أحط الجدول قدامي أشوف قيمة التي كم يعني مثلا أنا لو غيرت أسي السامبل سايز من 150 مثلا السامبل بتاعتي بقت مثلا 70 ديفينتلي القيمة دي حتتأثر تغير القيمة دي فانا لما نجي اقارن سكور بز سكور العمليه بتكون شاقه جدا شاقه صعبه خلاص وكم قالوا الاحصائيين طيب احنا بدل ما نعمل العمليه دي ونقارن سكور بز سكور ليه ما نقارن probability with probability عشان نبعد من المشقه دي نقارن probability with probability يعني comparison يكون within with probability probability with probability instead of you know instead of score with score نقارن probability with probability probability الاولى تمثل الفا الالفا طبعا بالنسبه لنا معروفه ما حتتغير صح الالفا بتتغير بغيرها انا بقول والله مثلا عايز 5% عايز 1% عايز 10% probability الثانيه طبعا probability الثانيه تكون هي بتاعت شنو بتاعت التي ستار تي كالكول تي كالكول صح يا سلام متابع معايا كويس ما شاء الله عليك طيب الالفا اللي هي البروبابيلتي الاولى بتلي شنو ذا اي بيهايند تي تاب دي البروبابيلتي الاولى ذا اريا بيهايند تي تاب يعني تي تاب كالكوليتد تي تابيوليتد هذه المساحه الخلفه هذه دي الالفا طيب والبروبابيلتي بتاعت الكالكوليشن التي كالكوليتد البروبابيلتي بتاعت التي كالكوليتد اللي هي عباره عن الاريا بيهايند تي كالكوليتد دي صغيره دي ما طالما probability probability معناها اي تي انا بحسبها معناها خلفها بيكون في اريا مساحه
طيب عندي تي تابيوليتد مساحه كلها بتاعتها اللي هي دي الفا، والتي كالكوليتد المساحه حقتها اللي هي دي البروبابيلتي بتاعتها. البروبابيلتي او المساحه الخلف التي ستار دي سموها بي فاليو، سموها بي فاليو. وبالتالي لو لاحظنا الاكبر البروبابيلتي اللون الاخضر دي ولا البروبابيلتي الحمراء؟ اللون احمر، اللون احمر. كانه بنقول البروبابيلتي بتاعت التي ستار انكلودينج شنو البروبابيلتي ويز تي تاب او انكلودينج الفا، يعني كانها الفا اكبر من البروبابيلتي بتاع شنو تي ستار. طيب طب نحن قررنا قبل كان اكسبت او ريجكت اصلا، ريجكت طيب في الحاله دي كان ريجكت مش كده؟ قرار كان ريجكت. طيب اذا معناها لما تكون المساحه الصغيره دي اللي هي البي فاليو دي اصغر من الفا، دي الالفا حقتنا كلها، الالفا هنا كم في المية؟ 5% 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
اذا الالفا من... بس اقل من اقل من من بين اقل دي بس داير كلمه اقل دي انت رائع يا اخي. البي فاليو بتاعتي هنا اقل من 0.05 اقل من 0.05 اكزاكتلي exactly. اذا هي اقل من 0.05 ده انا عملت ريجكت للنال هايب. عندي اثنين منطقين هنا ريجكت بقوه كمان. المنطق الاول ريجكت بقوه ريجكت يسموها هاي 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 سيجنيفيكانت. عندي منطقين. المنطق الاول انه اصلا التي ستار وقع عليه في الريجكشن ريجون ده المنطق الاول انتهينا من هذه. المنطقة الثاني انه المساحة الخلف قيمة التي ستار اصغر من الفا والالفا هي اصلا ريجكشن ريجون معناها هي انكلودنج البي فاليو عشان كده انا عملت ريجكت. اذا ده ملخص الكورس بتاعنا كله يعني الجري كله. انا من ما جبتكم اليوم لحد هسه جبتكم لحد هسه دارس لكم للنقطه دي بس الزول لو في حاجه يمسح السكرين دي يعمل لنا كلير بس في زول مش عارف يهبش هنا. طيب اوكي كده خلاص تمام. اذا المنطق بتاعنا كالاتي يا اخوان لاحظوا معي هنا في المنطق ده لاحظوا معي إذا كانت الـ P-value أقل من ألفا لما هنا ظاهر P-value less than alpha P-value less than alpha نحن بنعمل reject للنال هايبوتيس في المنطقة اللي ذكرته لكم لأنه أصلاً أنت موجود في الريجكشن وإذا كانت الـ P-value أكبر من ألفا بنعمل accept للنال هايبوتيس وبالتالي انت مو محتاج تستخدم الجدول الثاني. هنا جدول ما محتاج تستخدمه كويس. just are going to see في الاسبيسيس حتشوف البي فاليو في الاسبيسيس مثلا قال لك البي فاليو بتاعت في التجربه دي في الاختبار ده 0.25 قال لك كم؟ 0.25 accept or reject the null hypothesis. p-value 0.25 accept accept I accept accept أبو بكر صح؟ نعم يا دكتور yes.
فعلا اكسبت النال هايبوثيسس. اذا هنا بعمل طوال اكسبت النال هايبوثيسس. المنطق انه البي فاليو شنو، شوف مساحتها اكبر من الفا، شوف معناها التي ستار بتاعتك هنا في البي فاليو التي ستار انكلودنج الفا وليس العكس. هنا البي فاليو انكلودنج الفا، شوف مغطيه كل المساحه دي بما فيها الفا ذاتها. عشان كده وداري انت في الاكسبتنس ريجون، لذلك هنا بتعمل اكسبت. بمنطق تاني لما القيمة دي تكون أكبر من 0.05، القيمة دي أكبر من 0.05، أكبر من 0.05 معناها هنا accept and null hypothesis. طيب أديكم مثال تاني، إذا كانت الـ p-value أنا حسبتها طلعت لي 0.023 دي p-value، P value طلعت لي 0.023. accept or reject? reject لأنه هنا ال P value أقل من ألفا، دي كلها ألفا، كلها ألفا، ودي ال P value المساحة الصغيرة دي أصغر. بالتالي البي فاليو لانه التي صار معناها واقع في الريجكشن ريجون، انا هنا بعمل ريجون. تمام، يعني احنا شكلنا كده واضح المنطق، واضح لو سمحت يا دكتور. لو البي فاليو جتني 0.05 ذاته ايوه كويس كويس الكونشن صح. طيب بيقولوا الاستاتيشن بيقولوا if the p value less or equal alpha reject the null hypothesis. القاعده انه البي فاليو if the p value less or equal زي دي كده less or equal in a we reject null hypothesis. Difference in comes by factor. اللي هي ال p-value شايف هذه هنا دي t star دي p-value behind area behind t star alpha. طبعا بالنسبة لنا دي الالفا اللي هي ال area behind t tap، دي قيمة ال t tap، واضح؟ ممكن ناخذ العبارة دي تسهل عليكم برضو أحيانا راحت عليك. بنقول if the p value is high، if the p value is low null hypothesis will go rejected. يعني if the p value is low null hypothesis will go reject the bias based. دكتور يعني أنا عندي هنا بكتشف انه اللي انا بشتغله نظري بيكون عكسي تماما على انا لما اشتغله بالبي فاليو، صح؟ وعكسه تماما اللي جيت على اكسب. كيف ما فهمتك؟ ما لما انا كان قلت انه يعني القيم اللي انا بجيبها مش كان لما قلت تي كالكوليتد جريتر ذان تي كالكوليتد كان ريجكت نال هايبوثيسس، بس لما جيت انه قلت انه البي فاليو لما تكون اقل من التي كالكوليتد بتكون اكسبت، صح؟ يعني النظري عكسي بعض، صح؟ عكسي تماما على لما انا اشتغلت في الجهاز، صح؟ صح 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 كلامك صح صح كلامك فعلا صح. ودي فعلا دي حته بتلخبط الناس، ملاحظتك ممتازه. يعني دائما لما انا اقارن السكور والسكور السكور السكور هنا التي سكور تي ستار بقت اكبر بعد ريجكت، تمام. اما لما نجي نقارن البروبيتي ويز بروبيلتي، اذا البروبيتي اكبر بعمل اكسبت. فعلا الحاجات هي اللي بتقول، عشان كده هم ماشي واحد الطريقه بتاعت السكور والسكور ما كانوا يستخدموها.
كانوا يستخدموها زمان يعني زماننا نحن. في بالي ما حاسب بسهولة يعني. لكن طبعا قبل الكمبيوتر وكذا واسف على طبعا البي فاليو موجوده ممكن تحسب لك السيستم بحسب لك البي فاليو على طول بيجي انا اقول بقارن طوالع الالفا موجوده في ناصيه اصلا ما بقارن مع حاجه موجوده زي يعني كويس بيجي اشوف فعلا اشوف البي فاليو اللي هي دي عباره عن البروبابيلتي بتاعت التي ستار فبقارنها هنا طوالي مع شنو البروبابيلتي بتاعت الألفة الموجودة في ذهني وبتخذ القرار وفعلا بتلخبط لأنه السكور عكس طريقته عكس طريقة probability نكمل نعمل تطبيق ولا خلي بكرة أنا ما واصل شو الكلام علينا يا دكتور ممتش بكرة أنا واصل الموضوع عندك كومنت انا بس باقي لي التطبيق همشي على البرنامج واعمل التطبيق اريد اصلا باقي 8 دقائق من زمان لسه 9:30 ما جات طيب ماشي طيب عمل تطبيق على الملف بتاعنا ممكن انتوا تراجعوا يعني ممكن تتابعوا معي بس كده ما تعمل تطبيق ممكن تطبقوه بعدين تراجعوا تسجيل يعني كويس انا اسي بعمل تطبيق سريع كده عشان بس عايزكم تكونوا متفرغين لي في التحليل وفي المناقشة يعني. تمام. طيب. طيب هنا مثلا انا هعمل وان سامبل تي تيست كويس. وان سامبل تي تيست خطواته عايز عندي فرضية معينة الفرضية اللي هي بتقول شنو؟ بتقول انه مثلا الفرضية انه وزارة انه الـ WHO مثلا تفترض انه الاوزان المثاليه بالنسبه للناس الموظفين المفروض مثلا 70 كيلو جرام او 75 كيلو جرام مثلا طيب عايزين نشوف الموظفين ديل هل اوزانهم دي مطابقه للمواصفات الصحيه ولا لا يبقى انا عندي ستاندر فاليو اللي هو دبليو اتش او ستاتستيك اللي هو ده ميو مثل ليه ميو اللي هو ده وان سامبل تي تيست معنا جيت اخذت العينه بتاعتي هنا موظفين و عشان نعمل الاختبار compare mean ستار وان سامبل تي تيست وبقوم بدخل هنا الايج وحدث التيست فاليو الستاندر القيمه الستاندر بتاعتي بتاعت دبليو اتش او 75 كيلو جرام الستاندرد فاليو حقتي 75 كيلو جرام. انتظر النتيجة بكل بساطة الموضوع بسيط جدا جدا. بكل بساطة بطلع هنا طبعا الإحصائيات بطلع لي الإحصائيات الأساسية اللي هي بطلع لي المين الستاندرد ديفيجن ستاندرد ايرور بيهمني في الكلام ده كله القيمة دي. اللي هي 0.05 sig sig p value 0.059 طيب الفرضيات حقتي اتنوت ميو اللي هو المتوسط بتاع وزارة ال بتاع دبليو اتش او بيساوي المتوسط بتاع العينة اللي هو 75 ستاندرد بيساوي طلع المتوسط بتاع العينة اللي هو كم؟ 68 طيب هنا بيجي اشوف ال Accept it 0.
لانه قيمته اكبر من 0.05. نعم لا ال 0.05 اقل اقل فيها اقل من او دي اقل ولا اكثر؟ دي اكثر 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 فبالتالي رجع اكثر يعني 0.09 تقريبا تقريبا 0.06 يعني 0.06 معناها هنا معناها هنا شنو اكتب اكبر هنا البي فال هي الاكبر اكبر ولا اصغر؟ طيب الفا كم؟ الفا كم؟ الفا بوينت او 5 كم الفا؟ الفا او بوينت او 5 طيب اكبر بوينت او 5 ولا اكبر بوينت او 5 بوينت 6 بوينت او 6 دي تقريبا 6% ودي 5% فالاكبر 6% تمام إذا عملنا أكسبت النظر هاي بطيس معناها شنو أوزان الموظفين مطابقة للمواصفات الصحية أو ممكن نقول إنه ليس هناك دليل على أن أوزان الموظفين غير مطابق للأوزان الصحية نقولها تاني وين أكسبت النظر هاي بطيس it means المين بتاع الستاندر فاليو بتاع WHO بيساوي المين بتاع السامبل هنا no evidence for difference ما عندي هنا دليل يثبت في اختلاف في الأوزان هذا الاختلاف رقمي فقط this difference comes by chance هذا الاختلاف لا يعني أن المستوى الصحي بالنسبة لموظفين الشركة غير مطابق للمواصفات الصحية هذا لا يعني ذلك وضحت النتيجة دي التحليل ده وضح واضح يا دكتور واضح طيب ما اخذ تطبيق ثاني ولا خلاص نعم تطبيق ثاني سامبل ولا سامبل والله التطبيق ده اخذنا فيه 5 دقائق يعني ممكن عادي ناخذ واحد ثاني يا دكتور طيب ناخذ واحد ثاني في 1 سامبل طيب ناخذ واحد ثاني في 1 سامبل يعني مثلا انا عايز اشوف مثلا نعمل ستوري كده نعمل ستوري نقول النقابه تحت الموظفين النقابه تحت الموظفين تقول له احنا عايزين نزيد الاجور بتاعت الموظفين لانه الحد الادنى للاجور منخفض حد الاجور بحسب بسيط او مستوى الاجور منخفض جدا عندهم افتراض طالبين انه مثلا النقابه المهنيين في الشركه هنا مفترضوا انه مفروض مستوى الاجور عندهم ستاندر يعني مثلا مستوى الاجور مفروض يكون في حدود مثلا 3000 جنيه مثلا بريميوم ستاندر حقهم 3000 طيب حدود 3000 ولا أكثر منه ولا أقل وضحت الفكرة دي الفكرة اختبار فهنا بدي أشوف أعمل compare mean one sample t test هنا الستاندر فاليو 3000 وطلع هنا طوالي ال p value تعطي القيمة تهمني هذه اللي هي p value يساوي 0.87 p value 0.87 طيب عندنا الهايبوتس ان المتوسط تاع الاجور اللي هو كستاندر بتاع النقابه المفروض يكون 3000 933 سؤال هل مستوى الأجور من الأجور المحدد من قبل النقابة؟ ده السؤال عشان النقابة تطالب بالزيادة هنا أكسبت أو ريجكت
السؤال هو ريجكت هنا ريجكت. هل من سؤال النقابة مطالبة سؤال قال له ده يجاوب عليه؟ طيب هنا اكسبت وريجكت. طبعا انت بتعمل الاختبار ده بتمشي خطوه بخطوه، تقوم اول حاجه تشوف البي فاليو، بعدين تتخذ القرار، بعدين تيجي تفسر القرار. ثلاثه حاجات البي فاليو دي 0.87 اكسبت وريجكت احصائيا المفروض اكسبت. طيب انا هنا يعني بقارن الفا كم؟ طيب الفا كم؟ 0.5 ايش البيان؟ تبيان الفا كم؟ 0.5 كده؟ كده تبيان؟ 0.05 لا لا 0.05 500 الفا ودي 87% فرق كبير جدا. فرق يا سلام عليك، فرق كبير جدا. بالتالي accept or reject القرار كده. reject reject or null hypothesis. reject 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 هي اكبر من 0.05. accept null hypothesis accepted، لكن reject القرار بتاعهم هنا ده لانه ما في فرق. خليك من القرار ايوه ما دارك احصائيا اكسبت وتمشي خطوه بخطوه. دائما القرار بيكون عكس الاكسبتنس والريجكشن، عشان ما تلخبطوا امشي خطوه بخطوه. يعني اول حاجه شوف البي فاليو اكبر ولا اصغر، بعدين اتخذ القرار بغض النظر عن النتيجه شنو، فسر القرار بتاعك. طيب احنا هسه عندنا البي فاليو القرار هنا اكسبت والريجكشن اكسبت البي اكبر من الالفا بالتالي اكسبت اكسبت تمام. لان بعد كده نيجي نفسر القرار بعد الهاين للنال هايبوثيس. دقيقه هنا النال هايبوثيس، النال هايبوثيس هذه النال هايبوثيس خلاص نيجي نفسرها بعد كده، لان احنا عملنا لها اكسبتنس. اكسبتنس بتاعها معناها المستوى الاجور بتاع الموظفين الفلي معادل لمنه مستوى الاجور المحدد من قبل النقابه. نعم ما احنا عملنا اكسبت النال هايبوثيس، اكسبت النال هايبوثيس. بالتالي هل من حق النقابه المطالبه بالزياده؟ لا من حقهم لا، لان اخوانا مستوى الاجور متعادل هنا في التساوي. ما من حق ايوه ليس من حق شكله الدوله عميقه يا دكتور، يمر بالضبط ما بيحتاج زياده. انا غايتك والله يا دكتور، يعني موضوع بي هنا الفاليو دي شويه كده دايره تركيز. لو تحولت لرقم صحيح نظبطها. ها ايوه صح، هي ما شوف عشان كده انا بقول لك هي فعلا هي خطوات. يعني اقصد يعني مثلا انت المفروض تنظر اول حاجه للقيمه، تتخذ القرار، وبعد كده تفسر القرار. لو دخلتهم مع بعض الثلاثه ديل بتلخبط، لازم كل واحد يكون منفصل من الثاني انفصال تام. فهنا التفسير الاخير ده معتمد على القرار العكسي. هنا انت عملت سب معناها لقيت انه في تساوي بين مستويات الاجور، معناها هي من حق النقابه زياده الاجور. يعني قول لها هنا يا سعاده يا رئيس النقابه، قول لها انا هنا الاجور يعادل واضح؟ دي الطريقة العلمية كده عشان أنت تثبت الحجة. حتى هو مش في المحكمة واضح الكلام ده يا إخوانا؟ واضح؟ والله وضحت. ممكن لو عندك فيها مشكلة حولها بس لنسبة مئوية وقارنها مع 5% كده بتكون شوية. أيوه اللغة يعني مثلا 0.87 دي قصدك؟ ايوه اي ما هو قال لك فيها صعوبه، قلت له ممكن تحول لنسبه مئويه وتقارنها مع 5% تكون كده شويه يعني اوضح. فعلا هي اصلا شنو؟ هي ذاتا هي ما فيها لغتين، فيها لغه بيرسبكت
اعطيكم لغتين، لغه البروبابيلتي بيرسنت، سوري مين البروبابيلتي، البي فاليو بيرسنت او الفا بيرسنت، والفا بروبابيلتي. البروبابيلتي بتكتب بيرسنت طبعا 87%، 87% كويس، تبقى 87% وهكذا. الآن وضحت؟ أجيب لكم هنا. تمام. أيوة. عشان ما نطول عليكم. أنا كتير قاعد أبرمج. تعبتكم معي خلاص، بس باقي لنا من بكرة إن شاء الله. في سؤال لحد هنا؟ في سؤال؟ لأنه أنا بلاحظ هنا في الحضور الناس ما شاء الله تعمل ليف ليف كثير، يعني الناس ما زي أول أيام. في زول عنده سؤال؟ يا دكتور لو سمحت. أيوه. لما تجيني الريزلت بالشكل ده، يعني أنا الحاجة اللي بركز عليها اللي هو significant الـ بي فاليو، وبعد ذلك بس المين اللي بيطلع عشان أقارنه مع الستاندرد فاليو اللي أنا خدتها. بقية الحاجات دي عندها أي معنى أو أقدر أترجمها لحاجة أو أستفيد منها حاجة، ولا بس بركز على الحاجات دي؟ ممتاز جدا. طيب باقي الحاجات دي بتساعدنا في شنو؟ سؤال كويس والله. يا اخوانا بساعد في الآتي، يعني لو انا عايز كويس دي تي ستار، صح؟ تي ستار هنا هتساوي لي القيمة دي 6.25 اللي هي الفرق difference اللي هو x bar ناقص نيو، المتحدث بيكون عندي اللي هو 2.97 قسمنا ال minus 6.5 قسمنا على 0.97 طوالي 2.04 طوالي. صوت بيقطع جدا يا استاذ. تقطيع شديد في الصوت. ثانيه اللي هو المين ديفرنس هنا لما نقسمه على لما نقسمه ده على اكسيم واكسيمه على الستاندر ايرور، يعني عمل لي قسمه على قسمه هنا الشاشه على ده بيدينا طوالي السكرين شيرنج عامله انا غير لكن ما مش عامله ثاني ظهر خلاص الان اختفى مره ثانيه وهنا المين ديفرنس هنا ظهر صح شيرنج واضح طيب المين ديفرنس اقسمه على الستاندرد ايرور هنا الفرق بيناتهم سوري اقسم على ده اقسمه انقسمه عمليه قسمه اقسمه 6 على 2 تديني طوالي القيمه دي تي ستار هنا تي ستار كده كويس تي ستار
2 minus 2.104. The area behind T star المساحة دي the P value. المساحة دي هذه 59. ألفا طبعا ما شو راح تكون هنا somewhere. ألفا somewhere. هنا ألفا. دي سوري. دقيقة. دائرة عمالة تكون واضحة. الصوت اختفى يا دكتور. ها؟ الصوت اختفى. اختفى شنو؟ الصوت؟ ايوه كده تمام، كده تمام. الصوت. لكن كده. واضح واضح. اللي هي المس ألف المساحة الصغيرة دي اللي هي 0.05، وهنا ال P value أكبر منها داخل جوا هنا في acceptance region. خلاص؟ فالتاني بيستفيد شنو منها الحاجة دي؟ بيستفيد منها يعني مثلا زود عملية تحليل خلاص؟ وقام اداني نتائج ممكن أو يديني لها في جداول وفيها تقرير مكتوب أو كده عشان أتأكد من شغله صح؟ كويس يتاكد من شغله صحيح. اول حاجه المين ديفرنس اقسمه على ستاندر ايرور، لازم القيمه دي تطلع لي قيمه التي الموجوده في جدول دانيلو. لازم اسف لو شلت دي قسمتها مهمه اكتشف بها كوكينج مرات اكتشف بها في طبخ النتائج برضه ممكن اعمل لي مهمة يعني برضو دي. طبعاً عشان الستاندرد لازم كيف هنا بجيب هنا سيجما دي سيجما الستاندرد ديفيجن سيجما كويس بقسمه على جذر 12 بقسمه على جذر 12 بديني ستاندرد ايرور يعني مثلا لو جبت 2 يبدو أن اللايف ينفذ الفصل الأخير دكتور البتاع ده يقطع خالص يقطع شديد والله عالجنا يا بكرة يقطع شديد مش كده؟ نعم نعم دكتور الصوت ما واضح دكتور الصوت ما واضح دكتور في سؤال ثاني الصوت ما واضح الو 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 دكتور ايوه الصوت ما واضح يا ريت نكتفي بكده نبتدي بكره نعيد الجديد نعيده بكره طيب ممكن خلاص موافق انا واحد بكرة ممكن يصير بكرة هاي فعلا ممكن نكمل بكرة زي ما قلت يا ياسر إن شاء الله شاكرين ومغتيرين لك يا